هناك استراتيجيتين للاستفادة من هذه القروض المجانية. الاستراتيجية الأولى هي إما أننا نرسل لك بضاعة تبيعها وتأخذ المال تقضي أغراضك وحوائجك والربح الذي وعندما بعد ذلك تسدد القرض المبلغ الذي أخذته وترجعه. هناك استراتيجية ثانية وهي ترتكز أساسا على بدل أن تقترض أن تزيد دخلك، تصدر لك بضاعة تبيعها وتكسب فيها فتزيد دخلك، فإذا زاد دخلك ما احتجت أصلا للاقتراض. حاجة الناس للاقتراض تكون في الغالب هو الدخل ضعيف، لكن إذا زاد دخلك واشتغلت في التجارة تصبح إنسان ميسور. سارع عزيزي المشاهد لإرسال رسالة قرض حلال عبر الواتساب الذي تشاهده على الشاشة